هل اش بغيتك انت؟ قولي بغيت الهوتيل موريتانيا. قولي مرا قالوا مزيان نبغوا نفاصلوا الفضاء. اهلا وسهلا متابعين قناه التيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه. احنا الان متواجدين في سوق شعبي بمدينه الدار البيضاء، كاين في المدينه القديمه بالضبط السوق، كاين هتل تبارك الله ما شاء الله، مطيشه كبيره بجوده عاليه دايره فقط 5 دراهم، هذه 4 دراهم، ولكن تبارك الله مطيشه راها بجوده عاليه والثمن ديالها يعني مطيشه قبل وكبيره وبهذا الشكل راه كتكون غاليه. اما واخا صغيره من هنا راه زوينه بزاف تبارك الله ما شاء الله. كيف كتشوفوا معنا البيبي مطيشه الثمن ديالها نقص بشكل كبير عكس الايام السابقه اللي كان الثمن ديالها فقط كان الثمن ديالها 15 درهم، الان انخفاض كبير في ثمن المطيشه عكس الايام السابقه. الايام السابقه 15 درهم الناس كان عندهم تخوف بشكل كبير من ارتفاع ثمن المطيشه في رمضان، لكن انخفضت بشكل كبير المطيشه بهذا الحجم. خمسة ديال الدراهم، وهذه اللي صغيرة وزوينة تبارك الله راه دايرة 4 دراهم تبارك الله، يعني موجودة ديالها رخيص بزاف في متناول الجميع، خصوصا الناس اللي كيشربوا حاجة بزاف كيقتنيوها بشكل كبير في رمضان. الناس كتقتني مطيشة بشكل كبير في رمضان، من دابا تيحطنوها وتيديروها في الفريكو. مطيشة اللي كتستعمل لي سلطات، كتستعمل في الوصفات، كتستعمل بيتزا، كتستعمل في بزاف في الحريرة، كتستعمل في مجموعة من الوصفات، فالناس كيستعملوها بشكل كبير. من ديالها رخيص بزاف 5 ديال درهم وكبيرة بشكل كبير الجودة ديالها. تبارك الله الجودة. شنو؟ صنادق. تبارك الله الحال ديال الصنادق ديال مطيشه، مطيشه موجوده الحمد لله في البلاد ما شاء الله. شوفوا تبارك الله شحال ديال صنادق مطيشه، شوفوا ما شاء الله، شوفوا شحال موجوده تبارك الله. هذا غير سوق شعبي وموجودة تبارك الله مطيشة، الثمن ديالها فقط 5 ديال الدراهم وتبارك الله كبيرة. شوف الجودة ديالها كيفاش دايرة، شوفوا تبارك الله موجودة. يعني الناس يستعملوها في رمضان بشكل كبير خصوصا في الحريرة، رخيص بزاف فقط. لان جابكم في شيء كبيرة بزاف، الطابق اللي كانت قليلة واصلة 15 درهم، الآن انخفض الثمن ديالها بشكل كبير 10 درهم. إذا متابعي قناة التيفي شكرا لتتبعكم، هذا البث ديالو.